Good morning, first grade. Good morning, ya أول. How are you, ya miss? Are you okay? Are you fine? Okay, أول خلينا نعمل ريفيجن سريع للأشياء اللي أخذناها الحصة الماضية. Wasing sister. أخت. Wasing sister. لأخت. Wasing brother. أخ. Wasing brother. أخ. Wasing baby. 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 Wasing baby. Baby. أوكي أول. Hair. Hair. Hair لمين؟ لسأل عن بنت مش معي. لسأل شو اسمها؟ شو بحكي؟ What's her name? Excellent. أوكي أول. طب لو بدي أسأل أنا عن ولد مش عندي شو بسأل عنه؟ What's his name? Excellent. What's his name? أوكي أول خلينا نبدأ الآن نفتح كتابنا ال pupils page number 42 نبدأ مع بعض نقرأ my school again my school wasing my school wasing school school شو معناها مدرستي my school مدرستي my school مدرستي نبدأ مع بعض هاي هلأ هو عندي نينا بتتحكي عن حالها شو بتحكي لك هاي my name is Nina هاي my name is Nina بتحكي لنا هاي يعني مرحبا أنا اسمي نينا I'm six إذن how old is she كم عمرها six إذن إيش عمرها six look again look انظر and goes what's اذا طلع عليها what's this لاني جنبي شو حكيت عنه what's this what's meaning what الدبل شو الفتحه حكينا what's this ما هذا what's this هي عندي هون شكله زي شكل الكات what's this it's big what's meaning big كبير excellent it's white it's white what's meaning white ابيض and gray وايش لونه كمان رصاصي اذا عندي white اللي هو color لون and gray اللي هو رصاصي is it a panda هاي صورة باندا دبل باندا is it a panda no it isn't again is it a panda no it isn't هاي مش باندا okay is it a cat it's a cat بعيد كمان مرة is it a cat هاي cat yes إذن شو بحكي it's a cat إنها صورة قطة and it's my school إذن عندي الشيب ده المدرسة عاملين زي مثل الشكل الإيش الكات and it's my school wasing school مدرسة wasing school مدرسة it's fantastic يعني هذا إشي رائع it's fantastic wasing fantastic رائع كمان مرة hi my name is Nina I'm six look and what's this it's big it's white and gray is it a panda هاي باندا No, it isn't. It's a cat and it's my school. هاي مدرستي. It's fantastic. رائع. إذا نينا عندي الشيء بتاع المدرسة إيش ماله؟ على شكل cat. إيش لونها؟ Big white and gray. وإيش مالها big؟ إنها كبيرة. وإيش مالها المدرسة تاعتها؟ Fantastic. إيش مال السكول تاعتها؟ Fantastic يا أول. اوكي اول اذا انا بس مطالب اني ما بدي اقرا يعني تدرب لي على قراءتها لكن مش تسميع اذا انا مطالب انك تدرب لي على قراءتها تدرب عندي على ايش على قراءه الفقره هاي اول اوكي يعني تدرب على قراءتها بالبيت اوكي بنكمل عندك على البيكتشر نمبر 2 في عندي كادك بده يحكي لنا عن حاله بحكي لنا هالو هالو واز مينج هالو هالو مرحبا كادك I'm seven إذن how old is he كم عمره
7. My school مدرسته is the green school. مدرسته إيش مالها؟ لونها green school. مدرسة خضراء. هيها هيها مدرسته. هيها في الغابة بالفورست. It's in the forest. It's in the forest. What's meaning forest? Forest غابة. What's meaning forest? غابة. إذن where's his school مدرسته؟ In the forest. إذا وين مدرسته؟ بالفورست في الغابة. It's in the forest. Look. انظر. This is my classroom. هي صفه. Look. This is my classroom. What's in classroom? Classroom معناها غرفة الصف. Look. This is my classroom. My teacher. المعلمة تاعته is nice جميل. إذن my teacher معلمته إيش مالها؟ جميل. My teacher is nice. Again my teacher is nice. إذن who's in the green school؟ مين في the green school؟ اللي هو مين عندي؟ كادك. أوكي. واللي his teacher is nice. مين معلمته nice؟ مين هو عندي؟ كادك. excellent. إذا مطالب إننا نفهم فيها هاي القطعة مس. إذا هاي الفقرة فقط افهمها هي أول. وهون بدنا نقرأ الفقرة الأولى هي أول. يعطيكم ألف عافية أول.